يقول نزار قباني: لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا، والمحبة مبدأ عرفجي نصافحكم به كل أسبوع، أربعاء جديد الثقافة والفن والرأي، تحضر على طاولة يا هلا في جولة معرفية يصحبكم فيها كالعادة عامل المعرفة أحمد العرفج. مساكم الله بالخير وحياكم الله في أربعاء جديد ويا هلا بالعرفج، وضيفنا الدائم عامل المعرفة أحمد العرفج. أبو سفيان حياك الله فيها. الله يحييك، كيف حالك؟ مرة ثانية؟ إيه مرة ثانية. زرق الساعة. والقلم يا أخي، القلم ترى ما تسلطون الضوء على القلم. ما هو أنت حركة السديرية ذي تغطي على القلم. تعرف السديرية هذه تخليك مرتاح، أول شيء تكييفكم عالي. طيب. وتعبت، كتبنا معروض لأبو فهد وكتبنا لأبو صالح وأبو سليمان ما نفع، فقلت يا واد حل الموضوع والبس أنت ما يدفيك وخلاص. شوف باقي الدقلة ما لبست أنا. لا تلبس أنت، ما تصوروني وأنا واقف ألبس دقلة. طيب. لا أنا وش ترى الناس إني لابس دقلة زي القلم هذا الحين، كل شيء لازم أقول لكم ترى معي قلم ماركة اطلعه يعني. شوف بنشوف له حل الاسبوع الجاي. ايوه نركب لك جيف السديريه هنا وتعلق في القلم. دكتور احنا عودنا الناس انه نبدا بحزمه افراح من كم اسبوع، وش حزمه افراحنا هالاسبوع؟ شوف يعني اعتقد انه زي ما قلنا اول انه صعبه تحصر، لكن يكفي من القلاده ما احاط بالعنق. انا اعتقد مشروع دومه الجندل لتوليد الكهرباء من الرياح اعتقد انه خطوه متقدمه ومشروع نوعي، لا في مساله انه حيكون دخل للامننا المالي، وايضا الاستفاده. تعرف عندنا صحراء، انا اقول اننا ما استفدنا من ارضنا ولا 10%، يعني حتى الشمس اللي هي تصلخنا، ثلاث ارباع السعوديين عندهم مشكله في نقص فيتامين د اللي هو عدم التعرض لاشعه الشمس. الرياح القويه، التنوع الجغرافي ما استفدنا منه. الان بالرؤيه بدينا نستفيد، مثلا العلا نشطناها هنا، مشروع نيوم، مشروع كذا. صحيح. المشاريع التي توالى دومه الجندل اللي قرر مجلس الوزراء، نعتقد هذا مشروع نوعي، انه ان شاء الله نجد انه كل واحد يكون في بيته مولد بالرياح يولد له كهرباء، ونفتك من الفواتير العاليه اللي كل الناس تشتكي منها. صحيح. وقراءه العداد. الشيء الثاني ايضا استغلال الطاقة، طبعا هذه المعلومات كلها استقيتها من الصديق علي الجهني اللي هو مسؤول إعلامي في وزارة الطاقة. أيضا من الأخبار المفرحة أنه هيئة الاستثمار طلعت بيان وقالت 99% زيادة الاستثمارات المرخصة في 2099% عن العام الماضي، نسبة يعني دبل، تقدر تقول دبل. الإيطاليين اليوم والسوبر الإيطالي، الإيطاليين اليوم تجولوا في جدة التاريخية ونالوا إعجابهم، وهذه طبعا ما تكلفك شيء يعني. لعبة الآن يبدأ السوبر أيضا هذا يسلط الضوء على المملكة من كل الجهات، أننا لسنا فقط بترول، لا أيضا عندنا ملاعب وعندنا إنتاج كبير. أعتقد أنه هذه الأخبار الثلاثة مفرحة، غير الأخبار البسيطة اللي هي تنتشر هنا وهنا في المملكة. بمناسبة السوبر، أنت مع إيسي ميلان ولا يوفنتوس؟ أنا مع الصبر. الصبر من وين الصبر؟ اي والله انا اشوف، انا من الناس احب الاتحاد واحب استمتع في الحياه. أيه؟ ما عندي، حتى لما كنت في بريطانيا اول ما رحت شجعت ليفربول، بعدين سكنت جنب استون فيلا، استون فيلا كان قوي بالثمانينات وسكنت جنبه لانه جار يا اخي، الجير له حق حتى لو كان فريق كوره. يعني انا في جده ساكن جنب نادي الاتحاد عشان كل يوم اكحل عيوني بكحل السواد الاتحاد. طيب قبل ما اخذ خبر الاسبوع، كان لك تعليق حول صوره جندي الجوازات اللي يتصفح جواز كريستيانو رونالدو. أي والله يعني الناس صراحة في شوية قراءات سيئة، أنا من الناس حب التفاؤل. أنا تفسير الجندي أنه كان الحقيقة يؤدي واجبه. صحيح. ومهنيته عالية، أنه مو عشانك لاعب ولا مشهورة مشيك. الشيء الثاني أنه حب كمان يعني يتأمل هذا اللاعب ويشوفه رؤية العين ويعطي فرصة للناس تصوره هو معه. لكن موقفه مهنيا مهنيا كل طبعا يشيد، وإحنا نأيده والله نأيده. طيب نروح لأخبارنا اليوم. بسم الله. طيب خبر الأسبوع اليوم ليس خبر واحد، وإنما حزمة أو مجموعة أخبار كلها تتعلق بالتقاعد. ثلاث أخبار، أحدها من صحيفة الوئام ومن صحيفة المدينة ومن أخبار 24. نتابع.
بلغ عدد التعريف بالمعاش التقاعدي التي أصدرتها التقاعد آليا عن طريق بوابة التقاعد الإلكترونية وتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية 1,600,000 تعريف بنهاية عام 2018. ومن صحيفة المدينة، 8 جهات حكومية تباشر تقديم خدمات التقاعد إلكترونيا. باشرت 8 جهات حكومية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التعليم وجامعة الملك فيصل والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ورئاسة الاستخبارات العامة والأمن العام والمديرية العامة للجوازات في تنفيذ خدمة بيان الإلكترونية تقدمها وزارة الخدمة المدنية. ومن صحيفة أخبار 24 الإلكترونية، ارتفاع أعداد المتقاعدين في عام 2018 إلى 876,000 متقاعد. ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد أن أعداد المتقاعدين تجاوز 876,000 في عام 2018، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 491,000 مستفيد. تفضل دكتور. شوف، انا زعيم المتقاعدين، انا يمكن اصل واحد تقاعد من يوم ما تم عمري، قصدي خدمتي 20 تقاعد تواقلت كمان. اعتقد عشان اعطي عنوان عريض، المتقاعدين ثروه وطنيه معطله بالمعنى الكامل، يعني بمعنى انت بالذات التخصصات النادره، الاطباء القدامى، انا ما اقول انه اي متقاعد عنده خبره، لا، في خبره يستفاد منها وفي خبره هي عبء عليك. من واحد يكون عنده تاريخ إداري متكلس يقول لك هذه خبرتنا، أنه يقيس حالة قبل 40 سنة يطبقها على حالة، هذا واحد. الشيء الثاني أنه عدم الاستفادة من المتقاعدين خلاهم يتفلتون علينا في الواتساب، رسائل يرسلون شيء صح وشيء خطأ وإشاعات وأكاذيب وكذا وكذا. وقد طلبت قبل فترة بشركات الاتصالات أن نزيد الرسوم على المتقاعدين لأنهم أكثر ناس يستفيدون منها. في دراسة سواها مع هذه الإدارة عن أسباب التقاعد في الناس، وأوجدوها أنا في نظري التجميد الإداري، أن الإنسان ما يترقى مرتبة يقعد 10 سنين 15 سنة، هذه واحدة منها. أيضا غياب الحوافز والعلاوات، أيضا عدم التمييز بين المبدع وغير المبدع، يعني هي 4 سنين يترقى المبدع وغير المبدع. أنا متأكد الآن مع قياس الجودة ومع كذا صار فيه أنظمة جديدة، حنا نبغى الأنظمة دي بسرعة تطلع للنور يا أخوي مفرح. أيضا في موضوع مهم وهو أنه المتقاعد ترى في آخر أيامه من الدنيا وفي أول أيامه من الآخرة، فالمفترض أنه حنا نسهل عليه إلكترونيا بحيث أنه كل ما يبغى شيء يجده إلكترونيا. يعني ارحموا عزيز قوم ذل، هو خلاص قربنا صف عليهم حرام الله. أنا واحد منهم، لا أنا واحد منهم، لا أنا أقول لك أنه استوصوا بالمتقاعدين خيرا، لا تعبوا. يعني كويس التعريف أنه يطلع الحين آليا عن طريق الكمبيوتر. أنا أشجع الحوافز، أشجع على الاستفادة منهم بالذات الكوادر التعليمية أيضا، وطالب أنه يستفاد منهم بطريقة أو بأخرى، سيما أن الرؤية أنا قريتها كلها ما فيها سطر عن المتقاعدين. أتمنى يستفاد منهم سواء كانت مراكز استشارية، دراسات في مركز الملك سلمان للمتقاعدين، لكن إلى الآن لم يستفاد منها الاستفادة الكافية. أيضا من الأشياء اللي يجب أنه نراعيها في موضوع المتقاعدين أنه السنة دي 800 حول مليون السنة دي تقاعدوا. لماذا؟ شوف مكتوب الخبر، ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 876,000، يعني وصل للمليون في 2018. أنا ما أدري هالخبر ده هو موجود بس أنا أستبعده، معناته أنت السنة الحين هذه. والغريب أكثر شيء أكثر اللي تقاعدوا في القصيم، فأنا أسمي القصيم بلد المتقاعدين. أنت كذا. لا هو الخبر يقول كذا، ما أكذب، أنا ما عندي شيء من عندي. طيب أنت إجمالا مع التقاعد المبكر؟ إيه، لكن التقاعد هو نهاية عمل وبداية عمل. شوف، لما تقعدت بعد 20 سنة دكتور الخدمة، أنت كنت مبيت القرار ولا في لحظة؟ لا، أنا مبيت القرار، أحسبه عد الليالي ساعة بعد ساعة، وبعدين أنا تكركتها وجيت عندكم في روتانا وعليتكم وبديت أشتغل في التعليف. أنت تسألني تقول لي ما شاء الله كتب، نعم فاضي وش أسوي بدل ما أدي الناس وكذا، ألف كتب. والله أنت نموذج المتقاعدين. طيب نروح لتصريح الأسبوع. أيضا تصريح الأسبوع اليوم عندنا ليس تصريح واحد وإنما مجموعة تصاريح، وهي تصريحين كلها تتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية، الأول من صحيفة عكاظ والثاني من صحيفة سبق. نتابع. أكد المشرف على ملتقى المكاتب التعاونية الأول المدير التنفيذي للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاف الرياض أيمن الشبانة أن وزارة الشؤون الإسلامية وضعت خطة محكمة لتفعيل دور المكاتب، وكونت لجنة متخصصة لدراسة أسماء المنتسبين لها وأعضاء مجالسها،
حتى لا يتسلل إليها ما لديهم لوثة في الفكر وفي المعتقد والتوجه. ومن صحيفة سبق الشؤون الإسلامية تحث الأئمة على القراءة من كتب اختارها علماء موثوقون عقب الصلوات. أكد المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن سعود العسكر أن الوزارة وجهت تعميما لجميع الأئمة بمختلف مناطق المملكة بقصر القراءة على عدد من الكتب العلمية التي تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية المعنية بمراجعة الكتب والمواد العلمية التي تطرح في المنابر الدعوية. شوف، لازم حنا دائما زي ما ننتقد أيضا ننصف. الوزارة في أيام الوزير معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الحقيقة تعيش حراك لا نظير له، كل يوم يطلعون تعميم ومراقبة وإلى آخره. صحيح في بعض القضايا التي ما حلت مثل الميكروفون استخدامه للأذان والإقامة كما ينص النظام، هذا ما فعل بالطريقة الجميلة. موضوع الخطب الحقيقة أنه فعلا في تشديد عليها. الخطب شوف، حنا جرالنا وقت كان فيه التأجيج وإثارة البلبلة والتركيز على النواقص والعيوب والخطاب الغوغائي كان منتشر. الآن احنا من دخولنا في عهد الرؤية نميل إلى أننا نحسن الأحوال ونستمر ونشجع ثقافة التفاؤل، ثقافة النشاط، ثقافة الانطلاق. الخطب اللي ماشيين على النظام القديم لازم يتحولون، والوزارة الشؤون الإسلامية من وزارتها متقدمة في تطبيق الرؤية. إيه؟ أنا سعيد بهالكلام، بالذات الكتب اللي تقرأ بعد العصر. يعني زمان كنت أنا أذكر مرة بالقصيم صليت والإمام يحدث عن البوسنة والهرسك، الشياب ما يعرفون البوسنة والهرسك. فسألني واحد يا وليدي إيش بهم الموس والبرجس متضاربي، هو ما يعرف، متصور الناس تقيس الناس بمحدوداتها وتجاربها، فهو يعرف الموس والبرجس ولا يعرف البوسنة والهرسك إنها دولة إسلامية في أوروبا. فسألني قلت لا هذه دولة كذا، قال والله أنا حسبهم يعني جيراننا متضاربين. أرجع الموضوع الثاني، موضوع إنه الخطب لازم تركز على ماذا نريد، جوانب الخير، الجمال، تسديد الديون، أداء الواجب، صلة الرحم، البر، ما يكون منشور سياسي في تحريض على سوريا واليمن ولا هذه نطاق تخص السياسيين. أنا جاي يوم الجمعة أبغى أحد يذكرني بالآخرة، يقربني إلى الدنيا، يذكرني بالخير، بصلة الرحم. إحنا عندنا هذه الجوانب الجميلة في الإسلام يجب أن تضخ، ما نقعد نحذر الناس على الأشياء اللي لنا. يعني نبين لهم أهمية الصلاة بس ما نقول لهم والله ترى في جنة ونار، الجنة والنار لها طريق. عنا قبل لا نذكر بالجنة والنار لازم نساعد الناس على مستوى الخطب اللي تشوفه الآن دكتور، وش رأيك فيه؟ والله معقول، أنا أشوف أنه معقول، وبالذات الكتب هذه أنه الكتب تكون محصورة ما يكون أي كتاب. أتذكر أنا مرة صليت في إحدى القرى، الإمام يقرأ من كتب قديمة خطبة، وفي آخر الخطبة اللهم أعز الإمام عبد الحميد الثاني، يدعي لعبد الحميد. هو صحيح كتب في أيام عبد الحميد الثاني، بس هذا مسكين يقرأ مستمر في الدعوة، فنبهوا المصلين قالوا هذا، قال والله أنا حسب واحد من الصالحين، يعني عبد الحميد الثاني هو من الصالحين. أنا أقصد تحديث الخطبة، أنا متجاوز بس الوزير يمكن يزعل علي، أنا أبغى الخطبة باور بوينت تكون نقاط، ما نقطة فوق نقطة. هذه لحظة، هذه يبغانا نوقف عندها، وش الفكرة؟ الفكرة أنه أنت تحطها باور بوينت، أفعال الخير، مجالات فعل الخير كذا كذا، لأنه هذه هي وسائل، الوسائل تتغير. الخطبة على عيني وراسي وتكون جزئين نفس طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن باور بوينت أنا متأكد أنه السلف الصالح لو أدركوا الباور بوينت استخدموه. طبعا هذه ممكن يزعل علي الوزير، لكن أنا أقول لك من حقنا نفكر بداعي، أنا جاي أبغى أوصل فكرة بأي طريقة إن كانت، سواء كانت بالمثال، بالمقال، بالرسوم. الهدف إني أمرر المعلومة وأوصلها للناس، وأيضا تخلي الخطبة محكمة لما تتكلم عن جوانب الحق، ماذا يجب على المسلم فعله، تحطها كنقاط زي ما درسنا بكتاب التوحيد، هي محطوطة كذا نقاط أنه واقض الوضوء وكذا. يعني نقول أنه هالفكرة نقولها منك إلى معالي الوزير، فكرة عرفجية ولم يسبقني لها أحد من العالمين. من العالمين. طيب اشرب الشاهي وريح، وإحنا بنريح مع فاصل، وسمعتم فكرة العرفجية مثل ما قالها الدكتور أحمد العرفج، وتبقون أنتم والوزارة الحكم. فاصل ومكملين معكم.
حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج، ضيفي وضيفكم عامل المعرفة أحمد العرفج، وهو ونحن وأنتم مع فقرة مزايين الكتب. الكتاب اللي راح نتناوله اليوم كتاب قوة الآن لمؤلفه إكهارت تول. هذا الكتاب حقيقة أنه يعني أثار وما زال يثير كثير من ردود الفعل، كثير من القراءات، كثير من الرؤى، التصورات حول فلسفة الكتاب ومحتوى. دكتور تفضل. شوف، احنا دائما نقول في أهلا بالعرفج في استعراض مزايا الكتب انه يعني الكلام عن الكتاب لا يغني عن قراءته. صحيح. هذا تنطبق عليه 100%، لان هذا قصة كل صفحة تحتاج الى انها تكون حلقة خاصة. الشيء الثاني، هذا الكتاب خلينا بسطه، احنا تعرف مشاهدينا من الطيبين والامهات الطيبات، هذا الخصه انا باتجاهين. الاتجاه الاول حضرب لك في مثال، لما كنت مدرس كنا نطلع كل ثلث في الليل، فلما نطلع في الثلث في الليل ايش نتكلم؟ نتكلم عما حصل في المدرسه، واذا رحنا المدرسه ثاني يوم نتكلم عما حصل في الطلعه. اذا احنا ما عشنا الان ابدا، عشنا حالتين مزدوجتين، عقلين في واحد، هو يقول نجلس على العقلين. الحالة الثانية هي مسألة خلفته، لما تقول قال لي عقلي وقلت العقلي، قال لي عقلي، هو يركز على البناء مع العقل. هو يقول العقل نوعين، يا تصير أنت عبد عقلك، يا عقلك عبدك، يا عقلك عبد عندك. الإرهابي الآن لما يقود نفسه وجسده بعملية انتحارية، هو ضحية أفكاره، صارت أفكاره تحركه بالريموت كنترول إلى درجة أنه يفجر نفسه. هو يقول العقل أداة للتفكير، ولكنها لا يجب ألا تحكم الذات. إذا حكمت الذات، يعني الله يرحمه ذاك شو اسمه برنارد شو، قالوا له هل أنت مستعد أن تموت من أجل أفكارك؟ قال لا. قالوا له ليش؟ قال أنا واثق من حياتي ولست واثقا من أفكاري، الأفكار تتغير. كتاب قوة الآن ألخص لك إياه كيف تستمتع باللحظة، وهذه تنقص 3-4 السعوديين، أنه دائما عندهم مشكلة. العرب بشكل عام عندهم مشكلة مع ثلاثة صيغ للأزمنة، عنده مشكلة مع الماضي والحاضر والمستقبل. إما أن تجده يعيش في الماضي أو قلق في المستقبل، ونادرا مثل العرفج من يستمتع باللحظة. ولك الساعة التي أنت فيها، كما يقول الشاعر، يقول ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الإنجليز عندهم مثل واضح يقول enjoy yourself today yesterday has gone tomorrow maybe never come، يعني اللي أمس راح أنت مالك إلا اللحظة، ممكن بكرة ما تعيش البكرة. أيضا من جماليات الكتاب أنه على شكل سؤال جواب في جلسة حوارية. أما المؤلف هذا إكهارت، أنا أحب الرجل ده لأنه كان صريح مع نفسه. كيف قصة تأليف الكتاب؟ يقول أني وصلت لفراغ روحي، فراغ لدرجة أنه خلاص ما كان بيني وبين الانتحار شيء، فعشت فترة انعزال وتأملت نفسي. وعلى فكرة الانعزال ترى مطلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، كل الفلاسفة كانوا ينعزلون. ما أقول لك انطواع عن الناس، لا، الانعزال أنك تخلو بنفسك بعض الفترة وتعيش مع نفسك وتتحدث مع روحك، كما يقول محمد إقبال، حديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عنائي. الكتاب يتحدث عن الآن، اللي ما يستمتع باللحظة. أيضا أعطاك كيف تستمتع، يقول لك كيف تعيش الآن. واحد يقول لي أحمد كيف؟ أبدا، هو قال في طريقتين. واحد، تابع تنفسك، لأن تأمل التنفس هو اللي يربطك باللحظة الحالية، لأنه توقف تنفسك تموت على طول. الشيء الثاني يقول لك انعزل وعيش أحيانا في حديقة لوحدك، لأنه مع الضجيج تعيش عقلية القطيع مع الناس. لكن الهدف استنطاق القوة اللي جواتك للحياة ولا الأفكار؟ لا، هو يقول لك إن الأفكار لا تسيد عليك، والعقل ليس كل شيء، لا تنسى جانب الروح. أيضا من الأشياء الجميلة اللي يقولها إنه لا تسلم الذات للعقل دائما، العقل. وهاجم ديكارت اللي قال إذا أفكر إذا أنا موجود، قال لا، أتأمل إذا أنا موجود. هو عدلها، عدل على هو ديكارت. مع أنه ذاتك تقود عقلك. نعم، مع ذات لا، وأنه الاستمتاع باللحظة هي سر السعادة. وربط شيء يصلح لك أنت أيضا، بصفتك شاعر، يقول لا تربط سعادتك في أشياء. يقال الوزير السابق، المدير السابق، السفير السابق، لكن لا يقال يا مفرح الشقيقي الشاعر السابق أو العرفج الكاتب السابق. يقول اربط نفسك بروحك، لا ربطتها بمنصب أو كذا تذهب معه. من باب التنوير، هو طبعا كله يتكلم عن مصطلح فخم اسمه التنوير الروحي، اللي حنا نسميه صفاء الذهن، السلام الداخلي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان القلب، إنك ما تعيش القلق
وتتصارع مع صيغ الزمن الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل. الملاحظات أبدا. الحقيقة أنه المترجم موفق، والأخ اللي احنا عرضه في تغريدتي حطيت مقطع لواحد من الشباب اليمنيين ممتازين عارض الكتاب وقال والله ما استطعت أقرأه بالعربي، فرجع قرأه بالإنجليزي. أنا الحمد لله قرأته بالإنجليزي وفهمته أكثر رغم أن إنجليزيتي ركيكة، بس فهمته لأنه هنا وصل. ها مع الأسف المترجم حبيبنا أظنه اسمه حسين، مراد حسين، ما استوعب الفكرة. كنت أتمنى يقرأ بالفن لأنه هو يتكلم عن مصطلح صراحة. حتى الغلافين مختلفة جدا. أي مختلفة. أنا طبعا هذا عندي بسموع، يمكن سمعته 3 مرات وأنا أمشي، وبصوت المؤلف. والمؤلف أيضا هذا لو حطيته في جوجل يطلع لك مقاطع له كثيرة. طيب قبل ما نروح لبرواز وبكون شاكر إذا اختصرت الإجابة، في ملحوظة على هذا الكتاب دكتور، أغلب اللي تناولوه يعني من النادر أنك تجد 2 أو 3 عشان ما أبالغ اتفقوا في رؤيتهم تجاه الكتاب. كل واحد عنده رؤية مختلفة عن هذا الكتاب، وكأنه كل واحد قرأ كتاب آخر. جميل، شكرا على السؤال الجميل. صحيح، لأنه كل واحد نظر في زاوية. تعرف هو الكتاب ذا حديقة، اللي لقى في الحديقة برتقال صادق، واللي قال لقيت في الحديقة موز صادق، واللي قال لقيت طماط صادق، واللي قال لقيت بصل صادق، لأنه الكتاب عبارة عن مجموعة أفكار كبيرة كل واحد أخذ منها زاوية. مؤلف وتعمد هذا كار تعمد إنه يضع الناس في هذا التنوع؟ لا، هو أجبرته الفكرة إنه يدخل في عدة تناولات عن العمل، عن الحياة، عن الزوجة، عن السعادة، دخلها كلها في طاقة اللحظة، وكان كل الفكرة مكثفة على كيف تعيش اللحظة بكامل أبعادها. إلى برواز؟ برواز. طيب نشوف البرواز. احنا في كل أسبوع نستعرض معكم صورة أو فيديو ونسمع تعليق الدكتور عليها. نشوف البرواز اللي معنا اليوم. هذا البرواز أمامكم الآن، تغريدة للدكتور أحمد العرفج يقول: اليوم سامبا يسلم 100 فيلا مجانا من أصل 500 وحدة سكنية مؤثثة بالكامل. تعهد سامبا بتقديمها للأسر المنتجة، مبادرة رائعة وتعكس ما ننادي منذ زمن به ونطالب به بنوك ومؤسساتنا لتقديم ما يمس احتياجات المواطن الأساسية بشكل مباشر. شكرا لسامبا لهذا النموذج الريادي في المسؤولية الاجتماعية. البنوك تحركت أخيرا. نعم. تفضل. تذكر احنا انتقدنا قبل سنوات البنوك، قلت بالعبارة الصريحة. صح. وإذا تسمح لي إشراك نشوف الفيديو. طيب. تبع الانتقاد. طيب. ونرجع نسمع. طيب. بس عشان نربط المشاهد. طيب. بيهلا بالعرفج. نعم. تماما. معنا فيديو للدكتور كان يتحدث فيه عن هذا الموضوع، نشوفه ونرجع نسمع تعليق الدكتور. البنوك في السعودية تأكل وتشرب أبدا على بلاش. لا، وحتى طالما ما تاخذ لك الفائده على ايداعك. اي بالضبط. وبالتالي حتى انا متورع وانت متورع. حسبوها يعني. نعم. احنا لنا منا عليكم يا البنوك. نعم، انا والله متورع عن الربا، ما ادري كم ياخذون من وراء ظهري مثلا، وما في مسؤوليه اجتماعيه، لا يبنون جامعات، لا يبنون مباني. يعني الشيء الوحيد اللي اضافوه للبلد هي مبانيهم هم كبنوك، فيها قيمة حضارية ممتاز، فيها قيمة التدريب إلى حد ما تدريب، لكن هذا ما نتنف، هذا مو مكفي. أنت الحين مرواحك بالمليارات. حنا لو كنا في دولة زي أوروبا مثلا أنه هذه تحاسب وتطلع عليها ضرائب، لكن أنت لا تتوظف ولا تدفع ضرائب ولا شيء، بس أكل مرعب. مسي بالخير على زميلنا أبو سلمان الأستاذ خالد العقيل. أي والله، ورتويت كمان معك. أنا رتويت. شوف احنا دائما تعودنا أو نحاول الإنصاف بقدر انتقدنا البنوك وقلنا أنها أكل مرعى وقل الصنعة. اليوم وإحنا الآن جالسين في الطاولة ذي الآن افتتاح تسليم 100 فلة قامت فيها سامبا مؤثثة، وهذا المهم، مؤثثة تأثيث كامل. استفادوا إلى الآن، هي وزعت 200 وشوي، استفادوا منها 2600 فرد من أفراد الأسرة. شالتها البنوك عندهم على المبادرة، هي 500 على دفعات. الآن وزعوا تقريبا نصها. لما أنت تبني مساكن للناس بهذا الشكل، أنا أعتقد أنه الآن بدأت البنوك تتجه في الطريق الصحيح، وأتمنى أنه العدوى الجميلة ذي تنتقل لبقية البنوك. والأسبوع الجاي إن شاء الله نحتفل ببقية البنوك، خاصة أنه أرباحهم بالخيال. اليوم نزل خبر سامبا تحقق أعلى أرباح في تاريخها، وأنا تعرف الناس اللي مثلي متورعين وما يأخذون أرباح فوائد في الدول الثانية يأخذون، فأنتم حتى فوائدنا تستفيدون منها. أتمنى فعلا أن سامبا هذه يعملون البنوك الثانية رتويت لخطوة سامبا، رتويت عشان ما ينسون الناس. وأيضا أشكر
الأستاذ عيسى العيسى رئيس مجلس مجموعة سامبا المالية أنه سوى كذا، والآن مع وزير الإسكان هو وزير العمل وكويس حدينا كل أسبوع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أنه إن شاء الله أنه نقول أسر أو حي كامل يكون حي بنك الرياض، حي بنك سامبا، حي بنك تسمى الحي نفسه على البنك عشان ياخذ كريدت كمان. جميل، يستاهلون على مساهمتهم. وانا قبل الفاصل ابى يعني اكرر كلام الدكتور، واتمنى اليوم مثل ما شفنا بنك سامبا ونشكره كثير الشكر ويستاهل هذا الشكر، نشوف البنوك الاخرى تتحرك. اليوم 500 فيلا، بكره نشوف مجمع ثقافي، وبعده مجمع طبي، وبعده نادي رياضي. يعني هذا جزء من المسؤوليه الاجتماعيه اللي ننتظرها من البنوك، من قطاعات الاتصالات، ومن كل المؤسسات الخاصه في البلد. بعد الفاصل مكملين معكم. حياكم الله من جديد في هلا بالعرفج. وصلنا إلى فقرتنا هدية العرفج. غابت عنا الهدية الأسبوع الماضي وحضرت هذا الأسبوع، لكنها حضرت بثقل كبير جدا. تسمح لي دكتور نشوف الهدية؟ تفضلي. والله إن شاء الله تطلع مفاجأة. هي مجموعة هدايا، هي مجموعة هدايا بس كلها ترتبط بشيء واحد أنت تحبه، وأنا عارف أنك دائما توجهنا فيه وتتكلم عنه. 1 2 3 4 5 6 القبعات. هذه لي هدية. شكرا لي هدية. نعم على كثر ما عندك ما شاء الله، شوفك كل يوم تمشي بكاب يعني. طيب القبعات الست ونظرية القبعات الست. شوف فعلا احنا حبينا انه تترسخ الفكرة عند الناس، لأنه إحنا في حاجة إلى القبعات هذه. فكرة القبعات الست لأخونا الفيلسوف العبقري إدوارد دي بونو، هذا مالطي، طبيب مالطي، جمع بين الطب وعلم النفس مع بعض، أستاذ عالمي درس في أكسفورد وهارفارد وعدة جامعات درس ودرس فيها. جميل. فكلامه يضرب في عشرة، مش يضرب في واحد زي كلامه. جميل. فنعرف السر في الفكرة هذه، إنه يقول إن الإنسان لازم يكون فكره متعدد، كل ما يدخل مجال يفكر بطريقته. طيب وش رأيك دكتور نشرحها للناس ونوضحها؟ طيب أعطيني لون لون يعني. أعطيني اللون. تفضل. هذه القبعة الأولى. هذا البيضة. هذا القبعة البيضة. طبعا أنت لما تجي تلبسها، هو حط مواصفات كل قبعة، أنا حافظها بس بقرأ عشان ترسخ بأذهان الناس. القبعة البيضاء ترمز إلى التفكير الحيادي، يعني أنت تجي الروتانا ويا هلا بالعرفج لا تحب ولا تكرهه، معلومات محايدة ما فيها، ما لم تتخذ قرار، هذه دائما تحتاجها أثناء جمع المعلومات، أثناء التجرد من العواطف والرأي والاهتمام بالإحصاء والأرقام. هذه الأولى. أثناء الإعداد لحلقة. أثناء الإعداد. نعم. أثناء الإعداد لحلقة. نعم نعم. طيب القبعة الحمراء. هذه القبعة الحمراء طبعا واضح لون الحب وهدايا الحب وأوقات الحب، هذه اللي تعتمد على العواطف، أحب محمد عبده أكره طلال مداح الله يرحمه ومدري، هذه دائما تستخدمها في وقت معين. متى تستخدمها؟ مع العائلة، مع الأسرة، مستحيل تكون محايد مع زوجتك، مع حبيبتك، مع كذا، تتكلم باللغة هذه، وهو مكتوب ترمز إلى التفكير العاطفي عكس التفكير الحيادي تماما، إنك ما تكون حيادي، أنا أحب برنامج هلا بالعرفج أو أكره. لا حيادة في الحب. لا حيادة في الحب. القبعة السوداء. القبعة السوداء طبعا، وهذا يذكرنا بالاتحاد العظيم. القبعة السوداء من ايوه من 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 لونها. شوف ترى هو ديبون والله يذكر بالخير بدع انه ريحك، حتى اللون خلاك تفهمه بسرعه، بحيث انه ذا اللون معروف انه التفكير سلبي، هذه متى تستخدمها؟ انت بتشتري ارض في حي من الاحياء، لازم تعرف السلبيات اللي فيه قبل لا تتخذ القرار. ترى حنا مع الأسف ما نعرف، أحيانا واحد يشتري سيارة واشتراها وخلص، إيش لون سيارتك؟ هذا قبيح، لا تحطمه بعد ما اشترى السيارة، قبل لا يشتري يسمونها مرحلة أخذ الآراء. في مرحلة أخذ الآراء أنت تستخدم ذي، أما قررت وانتهيت تجي تنتقد هذا ليس من الرجولة. جميل. هذا طبعا قلنا في نقد الآراء ورفعها ودراسة السلبيات. جميل. حياد، انحياز، نقد. نعم. هذه طبعا واضح، انت تشوف الاتحاد تشوف الابداع، هذه طبعا واضح انه ابداع في ابداع، شايف هذه متى متى يقول لك تفكير الايجابي، هذه اللي نتبناها دائما في حياتي، انا صاحب فكر ايجابي، حتى اقول لاصحابي لا تسالوني لاني طاقتي الايجابيه مرحله القبول عندي كبيره، ما هي زي بعض الناس تكون ضيقه، هذه طبعا دائما للتفكير الايجابي، هذه انت تستخدمها مع بعض لون الاتحاد، احلى شيء انك تجيب سلبي وايجابي وتتخذ قرار، اذا كانت السلبيات اقل
تأخذ قرار إيجابي، إذا الإيجابيات أقل تأخذ قرار سيء. الله يذكر ديبونو بالخير، والله ما كان يدري عن الاتحاد والنصر والهلال. لا هو هو أكد الزرق الأعمال بالنيات. الهلال الهلال الموج الأزرق، والله من ما يحترم الهلال ويحب الهلال. شوف هذه طبعا واضح إن التفكير الموجه. أنت كل القبعات ذي بعد ما خلصتها لازم تتخذ قرار، هل أنا أسكن في الرياض أو في جدة، هل أستمر في أهل بالعرفج أو ما أستمر، مريت على الحياة على العواطف على الكذا على الكذا، وهنا تتخذ القرار. جميل. الأهلي القبعات الأهلي والله الأهلي بطل وقوي، ولو أنهم يزعلون حسبوني أنا يعني ما أعطيهم حقهم، بالعكس الموج الأخضر والموج الأخضر وال الموج الأخضر دي ما أدري ما تجي ها هم قلعت الكؤوس ما نبغى نقول التصفيات حقت أحمد عدنان ذا يزعلون علينا. شوف هذه طبعا واضح الأخضر هو إبداع، حلم السعودية أخضر، الدنيا خضراء، سندس أخضر، حتى الوالدات يقول لك دربك خضر. صحيح. فهو طريق إبداع، بعد ما خلصت من ذا كله عاد تبدأ تطور الأفكار وتبدأ يعني أنا ممكن أدي واجبي وممكن أبدع في واجبي. جميل. علشان نربط الناس دكتور بهذه الألوان وما ذكرناه من فلسفة، ديبونو تعمد هذه الأشياء من أجل الذات والتفكير. نعم، وفي جلسات العصف الذهني هو يلبس الناس عشان أنت ما تنسى أنه أنت لابسها الطاقية، تركز أنك ما لأنه حين تتلاحظ في العصف الذهني ناس تتكلم بدون تفكير. حنا نبغى نربط التفكير ونخليه منظم. إذا لبسنا القبعة السوداء لا حد يكلمني على الإبداع، كله سلبي. إذا لبسنا الخضراء نتكلم عن الإبداع، إذا لبسنا الصفراء نتكلم عن الإيجابية، لبسنا البيضاء يجب أن نكون محايدين. طرق التفكير والله شوف هذا لو كنت أنا لي ما في أحد يدخل المدرسة اللي يعلموه هذا، لأن هذه أنا يوم تعلمت ارتحت. دائما شوف القبعة، أنا حين عارف أنت قبعة لابس لابس قبعة صفراء واضح. فأنت خلاص شوف الواحد على طول القبعة، بعدين تخلي الإنسان ينتبه لسلبيته. صور مرة أنا قلت لصديق لي وإحنا جالسين بدون ما أدري سجل كلامي، لقيت زمان يوم أنا كنت سلبي مع الأسف، لقيت ثلاث ساعات تكلمت يمكن 2000 كلمة، 70% منها سلبي و30% إيجابي. قبعة سوداء هذا إيه؟ هذه القبعات تخليك تنتبه لمحركاتك العقلية. احنا ايش قلنا في كتاب الآن؟ انك انت ما تكون ضحية تفكير سلبي او تفكير ايجابي، تعرف متى تفكر. هذه القبعات تساعدك على انك تسيطر على نفسك. جميل جدا. حياد انحياز، نقد، ايجابية، قرار، ابداع، هذه نظرية القبعات الست، ومنها من هدية العرفج الروح الى ناصية. خلونا نشوف يا شباب الناصية اللي موجودة معنا اليوم، وهي من الفقرات الجديدة المستحدثة في اهل بالعرفج. هذه الناصية امامكم من حساب الدكتور احمد العرفج. حين خرجت الى الدنيا قالت لي امي والعجلان عليها سحائب الرحمة: يا ولدي أنت يتيم ولا واسطة عندك، ولن يرفعك إلا علمك، فعليك بالعلم فهو واسطتك، وإذا تمسكت به سيجعلك في المقدمة. هذه وصية أمي قبل 40 سنة، ومنذ ذلك الحين وأنا أقرأ وصيتها كل صباح. قاله العرفج وكاتبها في هاشتاج أفضل النساء الأم. الله يرحم أمنا لولو والعجلان. وتعليقك عن ناصية. آمين. هذه لي ولا لا؟ هذه لا تأخذونها والله، أروح أبيعها بالبطحة. شوف يا حبيبي، الله يرحم أمي لولو والعجلان ويرحم أمهاتنا جميعا الأحياء منهم والأموات، لأن الرحمة تجوز على الميت والحي. أيضا هذه الناصية تبين شيء واحد عندنا. مثل دائما نستشهد فيه مو صحيح، إنه فاقد الشيء لا يعطيه. أمي أمية رحمها الله غير متعلمة، ولكنها كانت تحب العلم، وكانت من طريقتها في تحريضنا على القراءة تقول يا وليدي اقرأ بصوت عالي أبغى استفيد. هي ما تبي تستفيد، هي تبغى تخليني تشجعني على القراءة وتمدح صوتي رغم خطائي الإملائية وخطائي في النحو مكسرة. الشيء الثاني يا طويل العمر، إنه أمي التقت مع أحمد شوقي دون أن يعرف بعضهما. جميل. أحمد كيف؟ شوقي يقول العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم. أمي قالت لي وليدي شف أنت لا عندك خوال وزراء ولا أنت بولد الأسرة الفلانية من أولاد الذوات، عندك طريق واحد تنافس فيه أولاد الذوات والأمراء والوزراء وهو العلم، وهو متاح من نعم الله أن العلم متاح للفقراء زي ما هو متاح للأغنياء. فسلكت العلم، والعلم هو الذي أتبه. الله يرحمها، ربت عام المعرفة. نعم. لا وهو اللي جابني هنا، ليست واسطة ولا أخونا أبو اللي ما شاء الله صار وزير ولا أحد، اللي جابني هنا العلم، فأنا مدين للعلم أولا وثانيا وثالثا، ومدين لأمي أنها دلتنا على الطريق. طيب وأنا مدين لك إذا سمحت اللي نروح الفيديوهات الروح. أكيد والله فرصة. الفيديو الأول معنا الاتحاد وسيرة الاتحاد وأحمد العرفج، يعني هذه السيرة اللي لا ننفك منها فيها هلا بالعرفج، وأبو سفيان والاتحاد يستاهلون. نشوف المقطع. أيضا رودريغو ربما يطرد قبل أن يشارك. يا الله، هي للتاريخ القادم من جالاتا سراي. لقطة أبدا لم تكن في الحسبان.
لقطة أبدا لم تكن. طبعا هذه اللقطة كانت في مباراة اليوم الاتحاد والوشم. تفضل دكتور. طيب بس عشان ان الاتحاد يعني الاتحاد الحين المركز الاخير وضعيف ويمكن يزل، لما نقول عنه كلمتين حلوة يزعلون الناس، خلينا يجبر بخاطر يا اخي، اليتيم يجبر بخاطر، الاتحاد يتيم الان. شوف انا اللقطة دي ما الحمد لله ما حد سبقنا اول من علق عليها احنا، بغض النظر عن الاسباب احنا ما سألنا هل تلفظ ذا اللاعب اول مرة يجي للسعودية ومتابع عالميا، هذا لما ينشر خبر في الصحف العالمية أنه قبل لا يبدأ لسه قال بسم الله الرحمن الرحيم دخل الملعب طرد بدون ما يلعب، مهما كان مفترض أن الحكم يطبق عليه روح النظام وليس نصه، مش عشان والله لو اللاعب أهلاوي الهلال ما لها علاقة يعني أول مرة في السعودية ولا عاشر مرة، لا خالف أخذ بطاقة. لا ما يخالف طبق روح النظام، أنا قصدي مراعاة الجهات الأخرى مراعاة الحساسية، هذا لاعب متابع في تركيا ومتابع في مالطا ومتابع في أوروبا، إنه حكم هذا بيؤدي إنه السعودي الحكم السعودي مهزوز. أنا أؤيد اللي كتبه أبو فارس اليوم عدنان جستنية كتب تغريدة قال كنت أطالب وأدعم الحكم السعودي لكن ما رأيته اليوم خلاني أعيد النظر في هاشتاج الآن طلع على الحكم، هذه الفوضى يعني سببها لو انه هو طبق روح النظام وحذر، ولا سيما انه ما ارتكب خطا كبير يعني بغض النظر قد يكون طرده قانوني، لكن انا اقول مراعاه الشان العام ظروف الحلال. طيب بصراحه انت تقول كذا لانك اتحادي ولا لو كان والله لو كان اللاعب هلالي او اهلاوي او نصراوي، تعال انا الاسبوع الماضي مدحت النصر اكثر من الاتحاد، انا اتكلم عن سمعه الحكم السعودي ما تسيب. طيب. وهذه ترى مراعاه شرعا الاعتبارات الاخرى، في اعتبارات اخرى ارحموا عزيزه قومي الغل واحد ابن اكابر لازم تستقبله وتعطيه، هذا لاعب ضيف علينا اكرام الضيافه لسه ما قال بسم الله طردناه، يعني هو الاختلاف بس انه اللاعب ارتكب خطا. عموما كلها وجهات نظر. نعم 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 دكتور. نعم. نروح للمقطع الثاني بعد اذنك. تفضل. نشوف الفيديو الثاني ونسمع تعليق الدكتور. حاشت من اهلها ايش دعوه الوزيره طالعه واقفه لهالدرجه معوركم المقاطعه السعوديه، واضحه ان انتم متعورين من المقاطعه السعوديه، يعني حاله الفرح الغير عاديه اللي فيها الوزيره مو حاله تستقبل بزر من حاشيه من اهلها، اخلاقيا لا يجوز، حتى بالاخلاق لا يجوز بزر من حاشيه من اهلها، يرد البزر نودي لاهلها ونقول لها هاك ولدكم اللي ضايعه وبنتكم اللي ضايعه، ايش هالحاله التشافي وهل بهذا السلوك او هذا الفيديو أو هذا الفيديو من هنا الكويت للاستاذه فجر السعيد، تعليقك. الله يحفظك. لا والله انا اتمنى الناس تشوف المقطع كامل، احنا ما نقدر نعرضه نظرا لضيق الوقت، لكن الاستاذه فجر حقيقه تكلمت بحياديه وبعيده، احنا لو واحد في السعوديه تكلم كان قلنا انه سعودي ولا انه كذا، لكن هي تكلمت بحياديه ووضعت صباعها الجرح، قالت هذا من كثر ما هم مغوصين الكنديين من السعودية بدأوا يدقطون، يعني وزيرة خارج واضح أنه فاضي، لو عنده شغل كان لو تقرأ الكتاب أحسن. والفيديو تداول بشكل كبير جدا. نعم يعني وإحنا نعتذر على قص الفيديو، هو مدته 4 دقائق. نعم. وأعتقد الكل شافوه، بس يعني التعليق على مضمون الفيديو ككل. أي والله، ونشكر الأستاذة فجر لأنه فعلا تكلمت بحيادية وليست سعودية يا أبدا، والفضل ما قال به الأصدقاء حلو التصرف الجميل هذا. طيب نطلع فاصل أخير ومكملين معكم في أهلا بالعرفة. تقوى الهجر، الفنان خالد عبد الرحمن معنا في سيرة وتر. لو تذكرون الأسبوع الماضي لما عرضنا سيرة وتر كان الدكتور أحمد العرفة جي يقول أنه يا جماعة يجيني لوم وعتب كثير من جماهير الفنان خالد عبد الرحمن أنه ليش ما تعرض قصص لأغاني خالد عبد الرحمن، وكان يقول أنه ما عندنا قصص متوفرة لأغنيات خالد عبد الرحمن، اللي عنده قصة متوفرة لبعض أغاني خالد عبد الرحمن يزودنا فيها مباشرة بعد البرنامج. أحد محبي وجماهير خالد عبد الرحمن واللي تحفظ على ذكر اسمه في البرنامج ولكنه تواصل بشكل شخصي مع الدكتور، كان عنده قصة أغنية تقوى الهجر بالوثائق وبالحكايات وبالروايات التاريخية الكاملة اللي يتحملها وتأكد منها الدكتور، وزودنا فيها هلا بالعرفش بقصة هذه الأغنية اللي نعرضها اليوم مع شكرنا الكبير له. نسمع القصة ونرجع لك.
بداية قصة الأغنية هي ربط لتصاريح الفنان أو الشاعرة، وحسب ما يتم تداوله من خلال متابعة واهتمام أقدر أقول أن في عام 89 ميلادي صدرت أغنية الفنان الكبير محمد عبده أبعتذر، كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان الدكتور عبد الرب إدريس. لعل هذه الأغنية ارتبطت بكاتبة أغنية تقوى الهجر الشاعرة الأمل المجروح عاطفيا لجمالها أو لسبب نجهله، واستثارت قريحتها الشعرية وأبدعت نص إبداعي من أجمل ما قدم في تاريخ الأغنية. ورغم أن هذاك الوقت لا توجد فيه وسائل تواصل اجتماعي، إلا أن إحساس الناس الصادق كان كفيل بإيصال مشاعرهم. فقط أرسلت الشاعرة نصها وعاطفتها عبر الفاكس إلى مكتب الفنان خالد عبد الرحمن، وأجزم أنها لم تتوقع أن تسمع نصها مغنى، لكن هذا النص الجميل وصل لفنان الإحساس وأحس به واستثار الملحن في داخله ليقدم رائعة تقوى الهجر عام 1990 في ثالث ألبوم رسمي له، ألبوم أفراق. وإن كان بنايف يعلم أنها رد على أغنية بعتذر، فهذه جرأة من فنان شاب في ثالث ألبوم له تدل على ثقته بما لديه، وحتى إن كان لا يعلم أنها رد في النتيجة واحدة، خلدت هذه الأغنية نصاً ولحناً وصوتاً في ذكرياتنا ومشاعرنا، حتى أننا بعد 29 سنة نتكلم عنها في البرنامج الرائع يا هلا بالعرفة. فشكراً للأمل المجروح، وشكراً لبنايف، وشكراً للمشاهدين والمشاهدات. تحية. ضيعت وقتي أتبعه يكفي عليه جرحي عميق والقلب في دمه. لا تعتذر، والله واضح انها رجعت لك ذكريات. اي والله. شوف، اول شيء خليني اشكر ابو ناصر الحبيب اللي اعطانا القصه، والحقيقه هو عمل تقرير، فانا نظرا لقوه القصه وجمالياتها ما حبينا نخلط، فان شاء الله الشهر القادم حيكون عندنا قصه اخرى لخالد عبد الرحمن مضمنه مع التقرير اللي هو سواه بدقيقه ونص، واعطانا بعض الاسرار بحكم قربه من خالد عبد الرحمن ومررها لنا، الله يجزاه خير. فنشكره بعمق، أشكر التفاعل. هذه أسرة العرفجة المنتجة من الأسبوع الماضي لما انتقدت بعدها بساعة أرسل لي إيميل وقال لي أنا عندي قصص. الشيء الثاني، خلينا ندعي بسلامة إن شاء الله أبو نايف. خالد عبد الرحمن جبهة فنية جميلة، عنده مشكلة في الحزام الناري اللي يسمى، الله يكتب له العافية والأجر السريع. خالد عبد الرحمن ترى ظاهرة، يعتبر ظاهرة في السعودية. أنا أتذكر أول ما طلع كان اللي يبغى يشتهر يكتب عن خالد عبد الرحمن، في بنات كثير طلعوا الشهرة من كتابتهم خالد عبد الرحمن. خالد عبد الرحمن ليس فنان، شاعر، إنسان خدوم يساعد الناس، ما يحب الضوضاء، ما يحب الممارسات الدنيئة، أنه يدخل في معارك رخيصة، رجل فعلا أعطى وقته للفن، ولذلك له محبين متعصبين، جمهور زي جمهور النصر ما يقبل أبدا أي نقد نهائي ما شاء الله. فإن شاء الله إن شاء الله يكون مخاوي الليل معانا في الفترة الجاية بين شهر شهرين، نعطي أغنية سمى طبعا محمد عبده أمير الفنانين، وسمى أيضا طلال المدح قال هذا خليفتي. ألقاب كثيرة يمكن لو كتبت في جوجل حيطلع لك 50. يستاهل أبو نايف، وإن شاء الله يقوم بالسلامة ونشوفه يعني بأجمل الطلات بإذن الله تعالى. ويكفي رأيه في الفيديو كليب، قال أنا لا يمكن أطلع امرأة لأن الناس لن تركز في الأغنية ولا في أداء الفنان، بل ستركز بالمرأة اللي تظهر بالفيديو. طيب أبو سفيان شكرا جزيلا لك، ونشوفك الأربعاء القادم بإذن الله. شكرا لكم لمتابعتكم يا هلا بالعرفج. هذا الأسبوع الأربعاء المقبل يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل على صوت خالد عبد الرحمن، ودعواتنا له بالشفاء والعافية. نختم حلقتنا في أمان الله. الله كريم، الله عليم.